لك الشكر يا رب. عندنا مجتمع بهذه الحالة من الإيمان ومن الالتزام، وخرج الطوعة دور أيضا على ولدها ما راجع، شافك مسلم وانو من انت؟ لا يجيز لك الوقوف على باب داري، ليش واقف؟ ناس انت تدري البلد وايش صاير فيها؟ ما جاوب عليه، ما جاوب يا عبد الله. يا امرأة انت شايف وضع البلد؟ قال لها: يا أمة الله أنا عطشان، هل لك أن تسقيني شربة من الماء؟ هذه عندها غير، عندها نخوة، طلعت الماء شرب مسلم، لكنه أسند ظهره إلى الجدار مرة أخرى وطلعت شافته وقالت: شربت الماء، لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت، جنك جليل ويا شهم شوفتك تنهار، لهلك دروح القمر غرب والنجم دق، لهلك دروح بعجل، لهلك دروح قبل ما يهود الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك، مالك بهالبلدة عدوى ولا رجاء، الغريب ولا عندي ولا دم. قالها قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة. إذن أنت مسلم الذي يتحدثون عنه وعندها نخوة، تفضل على الرحم والسلام، هل لك أن تضيفيني هذه الليلة؟ قالت: تفضل على الرحم والسلام. وافج لها من رسول الله، أدخلت طيبت، لكن مسلم رحمه فريق مصيبة كاملة، مسلم مشغول بماذا؟ بالعبادة. شلون يشرب الماء؟ شلون يتهنى بالطعام؟ وهو يعرف أن مولاه ومولانا أبا عبد الله الحسين سيقضي عطشانا ظمآنا، ولذلك بقي راكعا ساجدا. اجت إليه قالت له: ما شفتك أكلت ومدت إيدك إلى الطعام؟ قال لها: رأيت عمي أمير المؤمنين يقول لي: العجل العجل، الوحال وحال، أقدم إلينا. ما هي إلا انبلج الفجر وإذا بحوافر الخيول تطلق تطرق الدار، وإذا بمسلم يهيئ نفسه ودع قرعه، خاف ان يهجموا عليه الدار، خرج اليهم مسلطا سيفه، غاص في اوساطهم، خرج من اعراضهم، قتل منهم مقتل عظيما، داروا عليه من كل مكان يرمونه بالنار بعد ان يشعلوها في اطنان القصر، وجماعة يرمونه بالحجارة وهو يشد عليهم، يخرج يدخل في أوساطهم ويخرج من أعراضهم. أجركم بعد أن رأوا كثرة القتل فيهم، أرادوا إعطاءهم الأمان، فقال لهم: لا أمان لكم يا أهل الكوفة،
أجركم الله أشار عليهم أحدهم أن يحفروا له حفيرا ويغطوها بالعرش والترام. أجركم الله بينما مسلم يهجم على القوم يكر عليهم. أجركم الله وإذا بهم قد انهزموا من بين يديه. أقبل مسلم فوقع في تلك الحفيرة. كان حسين وعباس يسمع نخوته ويمه ومن ضربه على راسه وجسمه تخضب بدمه يرد هيب خضبها بالسيف كلها مخضبه بدمه. ويلي على أبو طاهر وويلة ولا من نايحة ناحت شيمتها وغيرتها من عدها العدا راحت. لا ناعي لخوته راح يندبها ويحشم. وصل صوت مسلم طوع تلك المرأة الحرة وهي واقفة على الصف وترى ذلك المشهد وهي تنادي ومسلمة والسيدة طوحة طوحة على السطح وتصيح كثيرة. ليتك حضرت تشوف يا شيخ كثيرة من عمك الموثوق طايح في الحفيرة وقاده مثل مكسار الجناح. صاحت يا مسلم وعظم ها خجلتي وصاحت يا الكوفة يا بعد أن أخذوا مسلم سلام الله عليه إلى قصر اللعين بن زياد أمرهم أن يرتقوا وأن يركبوا به إلى أعلى القصر ويقطعوا رأسه ويرموا بجسده الشريف إلى
وأنت في ليلة عرفة قل السلام عليك يا رب. يا حسين أنا مقتول رد لا أنا بالكفار وموت المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع الشريف
لا سيما الى السيد شبير وزوجته السيد ابراهيم والسيد حمد. اللهم تغمد مخصوصا الشهداء الابرار ايضا والعلماء الربانيين العاملين ومن لم يذكرهم ذاكر ومن مات على الايمان الى ارواحهم جميعا رحم الله من يمين ثواب المباركه الفاتحه مع الصلاه.